أيها الشعب التونسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيس معالج من نيويورك. اليوم في هذا الفيديو سوف تطرق إلى من جديد إلى التعداد السكاني 2014، والذي دعا إليه الطرطور البلعوض قائد القوات المسلحة التونسية العميل منصف المرزوقي منذ 4 أيام في مكان في قصر قرطاج شبيه بهذه الطبيعة هذه والجميلة. وكما قلت وانا رجع نعيد، هو انه المكان الذي سجل فيه الفيديو هذا الدكتور العميل البلعوض هو لكي ما يخليش انا سبي سيريو للموضوع، وانه فما دهاء وخبث سياسي وراء هذا الاستفتاء، او مش الاستفتاء، وراء هذا التعداد السكاني 2014. حسب ما أنا نشوف وسألت، فما ناس جيت بلغتني على الفيسبوك وعلى الشات وهيك، قالوا لي أنه من يجيبوا لكم فورميلير للدار، والفورميلير هذا شنو يقول؟ قديش عندك من تلفزة، قديش عندك من كليماتيزور، قديش عندك من كهرباء. طريقة الأسئلة، طريقة الأسئلة في هذه الوثيقة تبين وأنه ليس تعداد سكاني بقدر ما هو تعداد ممتلكات. تعداد شنو؟ تعداد ممتلكات. يعني يا شعب تونس يحبوا يشوفوا بالضبط شنو عندكم وشنو تملكوا وشنو، يعني شنو عندك في الدار. هذه مبينة الحكاية، باينة، وشنو الغرض من هذا باين، يعني واضحة كالشمس. الهدف من هذا التعداد السكاني أو التعداد الممتلكات للمواطن التونسي هو تقسيم الشعب التونسي إلى فئات. مش يعملوا مثلا عندك دو ولا يعني دو كليماتيزورز وسيارات، يعني مش يشوفوا يعملوا تقييم وتقسيم الشعب التونسي إلى فصائل، وكل فصيلة بحسب ما تملك سوف يأتيها يحطها في دون دي زانترفال مختلفين، وجهة ريدريسمون فيسكال مختلفة على الفصيلة والثانية بحسب الممتلكات اللي عندها. هذا داخل في 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 في, في الاحتلال الاقتصادي لتونس، وهذا داخل في سياسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللي صاروا بولاو هما اللي يتحكموا في تونس وفي اقتصاد تونس، والخير مازال القدام. به اللي حبيت نقوله هو انه منصف المرزوقي انت عميل، واللي معاك فما برشا عملاء في تونس، وخليه تونس يعني خوله للاجنبي لدخول حرمة البيوت التونسية وإلى يعني كشف أوراق الشعب التونسي. يا شعب تونس، أنا نصحتكم منذ 3 أيام تقريبا في فيديو، والفيديو هذا خلا صدى كبير في صفحات الفيسبوك وفي الشعب التونسي في الصحافة والإعلام. نرجع نعيدها، هو أنه هذا الإحصاء السكاني ما ليس ملزما، يعني ما هوش مجبر عليك باش تجاوب وباش تحل الباب لهذوما الجواسيس اللي يبعثوهم لكم لدياركم، وما يعني تجموا ترفضوا أنكم تجيبوا على الأسئلة اللي يطرحوها عليكم، ولا يجيوا باش يحبوا يعرفوا منكم، وهذا يعني لا يعرضكم إلى عقوبات قانونية ولا اللي تحبوا، فهمت؟ لذلك نرجع نعيدها، وأنه ما تحلوا لهمش البيبان، ما تجاوبوهمش، لا تعطيهم لا صرف ولا عدل. وكما قلتها ونرجع نعود نقولها، الباب اللي يجي منه الريح سده واستريح. لذلك ما فماش حتى عقوبة قانونية تسلط عليك إذا كانك رفضت الإجابة ورفضت أنك تتعامل وتتعاطى مع هالجواسيس اللي يبعثوهم لكم من دياركم، وهذا حق من حقوقك، وهذا يخليك يعني يخلي حرمة بيتك مسكرة وما يدخلها حتى حد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت نقول حاجة بركة، وأنه فما فيديو مش نعمله إن شاء الله غدوة مش نسجله، وهو سوف يكشف حقيقة تمكين الإسرائيلي من دخول الأراضي التونسية. يقول شنو أنه سواح